أولادي وبناتي. أسمع أرتواك يا ركيومي ناس جناواك وانا زنقومزة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. وأعظم وظيفة في الدنيا هي وظيفة الأنبياء. كل الناس معلقين برقبتنا. وعلينا أن نؤدي واجبنا نحو الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله. دكتور عبد الرحمن السميط خادم الفقراء وكافل الأيتام قدم بصمات جليلة جدا في العمل الخيري. عاش لأفريقيا، يفكر لأفريقيا، ويخطط لأفريقيا، وكل وقته من أجل أفريقيا. يحب الدعوة ونشر الإسلام، حتى إذا كتب كتابا أو كتب رسالة ختم هذه الرسالة بتوقيع خادم الدعوة الدكتور عبد الرحمن السميط. عندما زرنا أفريقيا المرة الأولى رأينا مدى الحاجة العظيمة لوجود ناس يقومون بخدمة إخوانهم في أفريقيا. قلت إذا أنا تخاذلت عن اتخاذ موقف من يقوم بهذا العمل؟ أنا رأيت الآن وما لي عذر أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. فكان لابد أن مثل ما يقولون العرب أحمل الجرس وأعلق على القط. والحمد لله الآن عدد كبير. لا أدعي أني أنا الوحيد، استغفر الله، ولا أدعي العمل اللي صار كل هذا بسببي، وإنما بفضل الله ثم بفضل الناس وقفوا معنا، وبفضل آلاف الدعاة استطعنا الوصول إلى أعداد كبيرة من الناس بخدماتنا بكلامنا الطيب، وتغيرت حياة كثير منهم من حياة تشرد والضياع وغيره إلى مقاعد في الجامعات، وكونهم أطباء مهندسين وعلماء وضباط ومحافظين وغير ذلك.